سناف. أغمي ست شوي الثاسي راديو والسنين ذوين الخير بطبانة جات منصر يذكر سرقي رفيق واد نزور سيخوني سلنة أسلواي نتمورتي وكذا دفتيك لي ندو التي ذني مشرع سادة فند الصور ذي مكان الخدمة ذ الغروز أهباب ني مشرع ذو هي نتوى النطيح لاني الخدمة نثيو بانيين ذو قوان نس ذي ثاقران وملاقي المقاولتية الحالة ذي غزة يغلن اللاذو وصهيوني زيرنا سف السبيطار نشيفة يسرين يطبيب ذي موضان إيلان ذي سويذن الزيار موثن ذي زني 30 موضان تذر يطوطن ولجني مثتام قران تصرهاني ذي نصافن وستاذ غرباز نلفخ وراثو ثلاثي شارني غميسين يتوثلان في 150 الشهداء 43 وسان سيل قرى اللاذو وصهيوني في غزة ثجريت الشهداء هتي زايت عدي 12000 الشهداء ذزني 32000 نيم جرح ذو قرى جينوسيد في المعونات سلخصوص الليسونس ذي ثمدي ثايي إكبار نتسر ثيث ذي ثمورث النغتاج لا ماسبيد لا فلاند لا راندي ذي قملاقين نسن وسا وثلاثين سنين في المضام ناذني فلسطينيين ومريم بران ليتيا تاقزو تيرني السنة الثابت ديوث نسان دي كاث ناذني فلسطينيين بس الخير في اللون أسلواي نتمورث النغي وكذا دفتيك لي ندو لثي ذني مشرع من رئيس هذا فند الصوار دوس ليل ندي مكان الخدمة ذات بديو ثنس هني إذني معلما نهذا مساذا باب ني مشرع إلا ويذي ثرزف ثنس سيطا غروم لقي ذو فساري مقن إذن وسان المقاولتي جملا ذي خبانيين البيلك ذي البريفي ذي معلما مقاولني جزائرين ديوسين سيبرا أسلواي ذو قوال الناس ذو قملاقيا نقاروي معلما يوكذا دفو هي نتوى الناطي حلاني لخدمة نت يوبانيين يوسي قدرنا الغلا ثنسنت يوبناي نهدام سان نتمورث النخي قدرن هسنسل لي وسلوي أنا حريص أشد الحرص على تهيئة كل الأسباب والظروف لتحسين مناخ الأعمال والرفع من مردودية المؤسسات الوطنية عمومية كانت أو خاصة اليوم باش نكونوا واضحين ضلنا نبنوا في اقتصاد مع بعض ومع الناس حتى اللي ماش في هذه القاعة مع الأصدقاء نتاعنا دول صديقة كذلك نبنوا في اقتصاد مبني أساسا على خلق الثروة وعلى تلبية الحاجيات تاع المواطن وتعويض تدريجيا الاستيراد نحاول بقدر الاستطاعة إدماج قطاعات في بعضهم بعض السلوائي نتمورثي إلى وكذا دبلي لا نوين لاريا يعاون نتيوبانيين ولا عاود نورزا من 900 لزنوات يسلول تزني 22 في مكان الخدمة ولنا ذويرنا بريذي نعاون لزنوات يقنا وي يتعاون الحسابات ننقمو أجي خلضن غربعة ذي المياذي ثمورثنا أسنسل يسلوى ذي المرفيطا 900 مؤسسة صرحناها خلقت على حساب الوسيط أنا ذاك اللي راه اليوم وزير الداخلية ما يفوق 22000 منصب شغل هذه غير لساني يقولها 22000 عائلة صبحت تقوت من هذه المصانع هذه في العالم حتى العالم متطور راه يغلق في المصانع نتاعو وحنا نفتح المصانع وعلاش اليوم وصلنا للطو دو كرواسونس تاعنا هذا يفوق 4% لان فيه هذه الاجراءات كلها الجزائر تحركت فيه انتاج وطني ونزيد نقويه ان شاء الله أسلواي نتمور في لا يثلد هاني فون حرك نهذا مسا ذو زنزي غلب الراض نثي غو سوين يخضانت الغاز ذا البترول ماني لحساب سوقا ساي وارد 70 مليار دولار وخد من أم كذي خلط ذار اكثر ذك سوقا سني دي قرن ثمسال تايا مسناو ذي لامور نهذا مسا موسى بوكري في قارب اللي أسلواي نتمور في خدم فون وعذي هذا مسا ويجين الدول ثا التوير غرو زنزين الغلاث غلب الراس لخصوص ذي ثفريق ثا وثامور ثناغ ثا سعد تاويلاثي عرمني وسقدر الحساب اكثر سي غير الزهد حسن سليماس موسى بوكري في سقساف حميد الناصري نجرب لي السويد يقولوا دار صافي صافي على بون مومون لي مورت نار تشدم اللي شوف
dans un sens de diversifier l'économie et encourager les exportations. C'est maintenant avec les richesses agricoles, que ce soit minières, le gaz, le pétrole, la céramique, le ciment, le dioxyde des produits, ils mettent à exporter notamment vers l'Afrique, puisque ça a énormément d'atouts avec la transsaharienne, avec la notoriété de l'Algérie en Afrique. Et voilà, on a atteint l'année passée, je vous ai dit, à 17 milliards de dollars. Et l'objectif du président de la République de multiplier par deux les exportations agricoles. Peut aller jusqu'à 50 milliards de dollars. Nous avons un potentiel et je crois qu'on est sur la voie. L'exportateur, c'est l'entreprise. Il faut créer le climat d'affaires, encourager les entreprises à y aller dans cette ligne orientation, à savoir l'internationalisation et y aller bien chercher. أريانوس وين مورثنا غديما إلا عاود نوس الدردو سويرين 56 مشرع لان حبسن ذي الولاية نتباثن في سيتو هيان القيمة نزني 14000 مليار سنتيم إلا يسيغي الولاية ثي أفري لباس نينز قام ذي الولاية ذي قسوري فقلان إلا يسي ولدي سلوالي نباثن تماس محمد بن مالك أم يدي قار وما زال نغسي ثباثن السعيد حريقة ذي ثوريق إدي صرف سكم كان أثاين والي الولاية بس نتوكاد باللي الولاية وغير أبزيم ضم قران ذقوا قد خلصنا في ذاك نيكروسني لان خير لاني مش راع تم خباطن ذي سن العوام ذي مقران ويا لان الغلا في صور ذا نسن يعدى 14000 مليار نص سنتيمات عن صغذي الولي الولاية بس نتوكاد ثلاي في ثمسال ثايا ست فصلك مشاعة ضخمة تفوق 456 عملية بمبالغ مالية ضخمة منها أكثر من 56 عملية مجمدة بغلاف مالية فوق 14000 مليار سنتيم ولنا فرصة من أجل حل المشاكل ورفع العراقيل والانطلاق في الكثير من المشاريع وتفريد المشاريع الأخرى من أجل حتى تعود بالفائدة على مستوى ولاية باتنا وولاية من الولاية الأولى من حيث استهلاك القروض ومن حيث أيضا الانطلاق في المشاريع القادمة التي تدخل في إطار برنامج القطاعي التي تخرج من القانون الجديد للميزانية لسنة 2023 الذي يطبق ابتداء من جون. ثايا وانس مكثيف ونقاروب اللي سق مشرع عيي لن تعطل ثولاد غير سنثيكلي إلا لن تعطل يا العوام لكن مراهنين ثولاد غير سن الخدمة زيسن يا إلا أن توشن يا إثباب نسن وزيسني إلى الخدمة التين تسمح غل حالة ذي فلسطين ذ غزة ذ قوى سويسة 43 سيل قرى العدو الصهيوني في غزة لجني مثل نغتغ الراس تام قران تثسرا ذي نصاف نوساف المركز نمروال ذي الفاخورة تجيد الحساب ذنام قران نشوهدا شرع الخبارة ثودرنا ثوطي و 850 نشوهدا الاحتلال الصهيوني يثاي غربازنا الفاخورة يتشورن ذي مروال والخبارة تثلين بلي تغ راس تام قران تثسرا ذي ني ويمشتثل الأنور وثسي باللي خبر العدو الصهيوني في مكان ماني تروحان غرسني فلسطيني نقير قلن سقا خامنا نسن ذي مكان سني تهيان ايمر والا وذي الوقت ويد لازيسا ذي الوقت ماني الا الولا غلص بطار نشيفا اي لاني تسركل سقا سيضا ولا غانسا اغالا العدو اي لان اي لان غل داخل البشادرين سو غيل وي حتما فلسن ثريت ويو الحال غرث متان تنزني 30 نموضان نذراري اعطوطن فالحالة ذي ثوريق نجاة منصوري الأرواح فلسطينيين الشهداء ذي كل مكان أبو مباردين الكيان صهيوني يقوم ينهر وقوسويس 43 غلوق يتكمل ذي زد مثنس والسبحي ثيين وسل الكيان صهيوني ويراي بشي سخلص بطار نشفة غلب كلنيث ولنسيغ ناس الساعة سنعث باش السرين إطبيب النذي مريضنا ذي مروال الأيلان سدخل النس أنسل إيويج ذا طبيب ذي سبب الشفاء طبية بقية في المستشفى بعض الجرحى القادرين على الراحة في أقسام العناية فقط في المستشفى تقريبا عدد الجرحى من 1000 إلى 1500 ما قبل النزوح لم يستطيعوا الخروج أو الحركة أصلا الدبابات القناصة على الطريق التروية للأطفال والشيوخ مدبر نسيطار غزة محمد زكوت يلا يطلب سي العسكر احتلال صهيوني باش تجني زومبي لوسن فلسطين غن لكرواروج باش
والاحتلال الصهيوني يقوم في الرقي. سيارة الصليب الأحمر، سيارات الإسعاف الفلسطينية لكي تخلي هؤلاء الأطفال الخدش، هذا يعني ليس شيء مستحيل. الآن الاحتلال رفض حتى هذا الطلب ولم يتجاوب مع تنسيق الصليب، يعني حتى الصليب الأحمر لم يحظى بالحماية. سبيطرة في مقرن إلى أن غزة ثقت عيث الزيسن حبسا في الخدمة يطنين السبث نوبون باردي ويطنين السبث الأخصاص مدويات ذا التويلث. أموس ليس اسم اللوكات لونروا كاظم أبو خالف. الوضع الصحي في قطاع غزة عموما هو في منتهى السوء، المستشفيات القادرة على استقبال المرضى والجرحى تخرج عن الخدمة الواحدة تلو الأخرى، إما بسبب القصف أو بسبب استنفاد الوقود. بالنسبة للأطباء فهم يعني أصبحوا منهكين تماما بحكم أنهم يعملون على مدار الساعة منذ السابع من الشهر الماضي، بل أصبحوا في غاية من الدعم والإمدادات ما يكفي أبدا. ويو ثلاث سيولد لوكالت لونروا باللي يحبس سيذف ثمعينين فو بريد نرفح سبت الخصاص المضوطة ذوي الانترنت ويمضبر بقران تربع ثم زمر ثم دونيث يسي قوذ استوير ثم المراض جارن وذان ذي قطاع انغزة. وذن الجريمة إذا ظهر راسينا قيسا والعذيب والصهيوني في فلسطين وهمين ريازن المقاومة الفلسطينية والعاذ بدن وجين ثي خسارين إلى ذو يوسن عثنت قاميتني فلسطيني البشاذريين سيث مورثن سن يتوثلايد يوسف حمداني ممثلا حماس ذي تزاير يوثلايد حكيم طماني. للعدو اليوم في ورطة كبيرة ميدانية. هذا هو صهيوني غثنا ونجيان ذي قادي حالة. مسكودي سكميل ينقذ قمدان السيفي لا ذا شتيلا وين نو يصدم ذي غنيا في سفيطارات. أي جي ماران يتفقين الدبليك هذا هو صهيوني يفشل ذو النار نطرات. بيجيان يثدي فر جريماتي نس الخساراتي نس دي تيلين مكوليس. يظلي كان أكثر من 24 للشهر يهدن تربع من القسم أفياغن كنين سجموسون حماس أنين يوعد وجين أفكن سعران الاختيار سوى تفاس وكهد أفرستي. المقاومة الإسلامية حماس نقول لهذا العدو المجرم لا مقام لك على أرضنا أو قتيلا على هذه الأرض المباركة مقبرة الغزاة. وإذا نثيب الديوين اللمضة من هذه ماذني فلسطين ذي ثمورت الناغي وإذا ما يموغان يسا وملاقيا مقران ويس 47 السنة دي كذيث فريق ثيث يزورين أما رأي مقران تدو كلاثة مقران نخدم لجزائر لجيتيا عمر تقجوت أقلاني ويد دقا والنس بلي لمضة من هنسن إذ نقذو ذني توح قران أمي فلسطينيين تقيم دي مهلا ومتى تهيلا دي السن يلا ذي يمدى الاستعمار ذي فلسطين أما مخلا ذي تزاير ذات فريق ثاسن يمس بقجوت ذي الميكروفون بوساد قار غيمان ولا غلوم زروي اللقاي مستعمرا كل غرسن ما تيستمان أسمدي ذي سأبذاي ذو سمدي أذي سوار كم يسكسني قيمن ذي في القياس مدايث أسمد وتزير ثاني وذي فلسطين ثاني هما غطسرة الشهو ذو سمدي بس صح يا أخي جيش شاء نحبس المعاونة ظلم ضمنا إجرا نقدو ذي يتوضع مقران لجيتيا ما إلى ذي الخدمة ثنيك بانت سر تنتاج جيسا كلاني سواسا أملاقي في ثمسال تنوث بدان ثوانات ذل جرث النصف ثمسا ذو جملي ذي ثمورث النغ أملاقي في زوالين ثاسل وثنوك بانت الفرهرة الزرواطي دينام بلياتي لثيش تنل لمثة تجمل لهاي نعشرين نيكابا نتسمثيث نتسرثيث نثمورتنا ذملاي من إذ لمضامنا إذني فلسطينيين تثلايد ماسة فاطمة الزهرة الزرواطي ذي الميكروفون تيزري محيوت. النشاطات المهمة جدا ذيك اللي وينيين كبر السياسة سعان الفايدة ونتراجع مكتب ربي الساعة 20 سجيور نوفمبر فم لقيا أغناو أي ليم جملة نكبرن يتبدان غلطة بق ظلم ضمنا إذن فلسطين ونشني ونتبديش قرن فلسطين كعادة انتاث أزين صغر نخبرك ولكن انتاث ضمقران تتجري من ثي حلقين وظلم كبير
وكبر لمس بهانية ثاني سوى السام لقيف هذا مسانة مرثنا إنزقام ذلخذا ميذ ميسا يتبدل أسلوين كبار عبد العالي حساني ذو قوال الناس يجب ذد في الحال ذي غزة ولغا غري غرنا إلا نبغانا ذعونا فلسطين هذه اللي سزيار يثروزين يثروزيت وقن في غزة ذو عون للمقاومة سلاح سنسل ذي الميكروفون حمزة بن سري نكونين السوثور دقم ضبرن يقبعنا دعونا نستيذ في فلسطينيين أذكسن الحرس فلسنا ذي غزة هذا عرضنا أذكسي وظن السلاح في فلسطينيين لأن قلنا نطراد يوكنا قابلين أعداء وصهيونيين يلمن تنلين فلسطين ونتغميانا كان نتحليل ماريكان دعونا نستولا إلى قتيم وخبر لاراندين مصطفى يحيى سيل مسيلة سيود بلي ثبديو ثنت زايرذني فلسطيني ثوسيد سي ثبديو ثأن وكذوذ ميلا ذا مرايا مقران وخبر لفالان عبد الكريم بن مبارك ثيني سوا ثمدي ثيا ملاقي النسيذني الغماسن ذي المقر نوخبر ونسمس الخبارة ثنودال مانية ثلبعة ثغنة وثن البالونوطار هالتنظيم أبوتو ثمورت من الموزمبيق مانية تيرا من اللي ثن السويس سنت سين مزيزان تصفيات نو سعدي غالمون ديال سنة 26 زان تربعت الموزمبيق في الزوج نت مديث وذين مزيزان البطولة ثغناوث من البالون وطار حريش النسام زوارو التورار نتاسة ثلاثة تمني اللي ينسوقاهين وسويس ستة إثرين بن عكنو نتيرين تربعت مبارادو ثلاثة تمديث ثربعت نشلف إذ الوفاق نصطف في الخمسة تمديث ميلة الدوكلانت بسيرثة تيراد اللي يسمع في الستة نت مديث لو الخبران قارو ذيك غميس نشويث أنواسا يعني ذو الخير بطبان نجاة منصور يكسير جيرا في قطان مير في اسمها ذي لا تكنيك وثان مير في همي ذي ستريمينج ونيني ثعش في ثنوث حلوة تنبارك تروزين في سال نيطنين تلم فوس ناس غن ابليكاسيون راديو نتزاير غن سوبرين سيتي الكتروني www.radioalgerie.dz